السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات نتابع في خطبة هذا اليوم بإذن الله عز وجل حديثنا في موضوع كلمة التوحيد ومقتضياتها وكنا في الخطبة الماضية ونحن نتحدث كنا قد وقفنا على الحديث عن التقليد وقلنا إن التقليد الأعمى الذي نسميه بالتقليد الأعمى وهناك من يسميه بتقليد القردة وكما قال بعض السلف رحمهم الله لا فرق بين مقلد وبهيمة لا فرق بين مقلد وبهيمة وعندما يقول السلف هذا الكلام رضي الله عنهم ورحمهم الله لا يقولونه اعتباطاً ولا يلقون الكلام على عواهنه وإنما ينطلقون من نصوص الشرع الحكيم ولا يراد بالتقليد عندما نتكلم عن التقليد
لا يراد به تقليد غير المسلمين في الصناعات والاختراعات والابتكارات، فهذا أمر محمود، بل وهذا أمر مطلوب، أن نقلد غير المسلمين في صناعتهم، في اختراعاتهم، في إتقانهم للعمل، في تعبيد طرقهم، في مد سككهم الحديدية، في صناعة الطائرات، في صناعة الغواصات، في الصناعة العسكرية، في الصناعة المدنية. هذا لا يقول أحد، لا من علماء السلف ولا من علماء الخلف، بأن هذا التقليد ممنوع، هذا مطلوب. وكما قلنا في الخطبة الماضية أن الذين علموا الغرب هم المسلمون، ونحن نتعلم منهم كما تعلموا منا، ويتعلم بعضنا من بعض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا لا عيب فيه. لكن المراد بالتقليد، لما كنتكلموا على التقليد، ماذا نقصد بالتقليد؟ شنو بغينا نتكلموا على التقليد؟ ما هو التقليد؟ ما المراد بهذا التقليد؟ هو تقليدهم ومحاكاتهم، تقليدهم ومحاكاتهم في الأمور التافهة، بل في الأمور التي تخالف شرعنا الحكيم. وهذا هو الذي ندندن حوله في هذه الخطبة. التقليد الذي نقصده هو تقليد غير المسلمين في الأمور التي تخالف شرعنا الحكيم، أو في الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يقلد فيها غيره، في الأعياد، فيما يسمى بأعياد الميلاد، في إقامة بعض الطقوس في البيوت. ولا يمكن لأحد أن ينكر، حتى شي واحد ما يقدر يقول لي ولا يقول لشي واحد من العلماء أو من الأئمة، بأن هذا التقليد ما موجود. هو موجود ويعلمه الناس، هناك من الناس من يقلدون ويعتقدون أنهم إذا لم يقلدوهم في هذه الطقوس، في هذه المناسبات، في أعياد الميلاد وغيرها، أن أبناءهم ستتركب عندهم بعض العقد النفسية. وهذا خطأ جسيم، هذا غلط كبير. لما تسمع واحد مسلم أو امرأة مسلمة، رجل مسلم أو امرأة مسلمة، كتقول بأننا إذا ما قلدناش ولادنا غادي يتعقدوا، لأنهم يعيشون في هذه المجتمعات فلا بد أن يندمجوا وأن ينصهروا، نقول هذا لا يمكن ولا يعقل أن يكون أبدا. بل العكس هو الصحيح، أننا عندما نقلد غير المسلمين فيما يخالف شرعنا الحكيم، هنا تأتي العقد النفسية، وهنا تتعقد العقيدة نفسها، العقيدة دي الإنسان تتزعزع. وقل إن شئت تتعقد، لا مشاحة في الاصطلاح، يقع لنا مشكلة في العقيدة دينا، يقع لنا مشكلة في الفهم ديال الدين دينا، تقع لنا مشكلة. ومن جملة هذه الأمور التي ينبغي لنا أن نجتنبها، والتي هي سبب رئيسي في الوقوع في هذا التقليد، أولا الجهل بحقيقة الإسلام. الأغلبية ديال المقلدين تجهلوا حقيقة الإسلام، لا يعرفون حقيقة الإسلام، ولو عرفوا حقيقة الإسلام لما قلدوا غيرهم، لأن في ديننا وفي عقيدتنا وفي تقاليدنا الإسلامية التي لا تخالف الشرع، عندنا تقاليد لا تخالف الشرع، عندنا عادات وأعراف لا تخالف الشرع، ليس عيبا أن نتشبث بها وأن نتمسك بها ما دامت لا تخالف شرعنا الحكيم. والذي أريد أن أقوله أن في تقاليدنا وأعرافنا التي لا تخالف الشرع ما يغنينا عن تقليد غير المسلمين. يعني نوضح بالدرجة أن الأعراف ديننا والتقاليد ديننا اللي ما كتخالف شيء الشريعة ديننا، فيها ما يغنينا عن أن نقلد غير المسلمين. وهذا التقليد هو حقيقة يخرم العقيدة كذلك، ومن الأمور اللي كتخرم المقتضيات نتاع التوحيد، وبها يكون الإنسان بعيدا عن تطبيق مقتضيات التوحيد. إذا الجهل بحقيقة الإسلام، البعد عن التربية الإسلامية، من الأمور كذلك اللي كتسبب هذا المشكل ديال التقليد، البعد عن التربية الإسلامية. ما كنتلقاوش أبناء ديالنا لا يتلقون تربية إسلامية لا في البيوت ولا في المدارس، باستثناء بعض المدارس الموجودة في هذه البلاد التي تحاول جهد المستطاع أن تلقن أبناء المسلمين ذكورا وإناثا، شبابا وأطفالا، تلقنهم بعض المبادئ، مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا طيب وجزاهم الله خيرا على ذلك. باستثناء هذا
لا توجد هناك مؤسسات يمكنها أن تلقن أبناء المسلمين حقيقة دينهم ولا حقيقة شرعهم ولا أي شيء من هذا القبيل. لا ننتظر أن يتعلم الإبن الإسلام من مدارس لا تعترف حتى بالإسلام، وحتى إذا كانت تعترف به فهذا من باب المجاملات فقط. تبع الدول الغربية الآن التي تقول بأنها اعترفت بالإسلام كدين رسمي وكذا، هذا من باب المجاملات. وأضرب لكم مثالا بفرنسا، وتعلمون هذا، لو كانت فرنسا تعترف بالديانة الإسلامية حقيقة لما حاربت الحجاب، لما حاربت الحجاب الذي تطلق عليه زورا وبهتانا الرموز الدينية عندما يضع الصليب في عنقه، أليس هذا رمز ديني؟ عندما يضع الآخر الطاقية على رأسه، أليس هذا من الرموز الدينية؟ عندما يضع البودي أو الهندوسي في سيارته تمثال بودا صغير، يقدس تمثالا صغيرا ينحني له ويتمسح به ويستغيث به، أليس هذا رمزا دينيا؟ كان المشكلة غير عند المسلمين فقط. إذن لا ننتظر من هؤلاء أن يعلموا أبناءنا الإسلام أو الدين الإسلامي، وإنما نحن المسؤولون، الآباء والأمهات. طبعا هناك مثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يتعلم الأب وأن تتعلم الأم مبادئ التربية الإسلامية حتى يتسنى لها وحتى تستطيع أن تلقن أبناءها هذه التعاليم. أما إذا جهلت هذه التعاليم ولم تتعلم هذه التعاليم ولم تسمع من العلماء ولم تجلس في مجالس العلم ولم تبحث عن العلم الشرعي لتتعلمه، فكيف يتسنى لها أن تعلم أبناءها؟ وهنا أعود لأقول فاقد الشيء لا يعطيه. إذن لا بد أن نتعلم. ولذلك عندما يفكر الشاب في مشروع الزواج، لما يفكر الشاب يتزوج والشاب كذلك تفكر في الزواج، أول ما ينبغي أن ينقدح في ذهنها وأن يكون نصب عينيها ونصب عينيه كذلك أن يختار الزوجة المتعلمة المسلمة الملتزمة بدينها، وأن تختار هي كذلك الزوج المتعلم الذي تلقى تعليما سليما، تعليما نقيا طاهرا مستمدا من شريعة الإسلام الغراء السمحة. إذا لم يكن الأمر كذلك فلا يمكننا أن نحلم حتى مجرد العلم بأنه ستكون عندنا، يكون عندنا نشء ملتزم متدين متمسك بالدين. الدين كناخذوه من البيوت، من التربية داخل البيت، من آبائنا وأمهاتنا، حتى بديك الطريقة الشعبية نقول لولادنا أحشم ولدي، تقول له أحشم ولدي، معنى أحشم؟ هذه راه من الدين، من الإسلام، الإسلام يأمر بالحياء، تنقولها بالعبارات باللهجات ديالنا العامية، ولكن مع ذلك فيها الدين، بعض التقاليد فيها الدين. الآن بقاو الناس يضحكوا عليها، يقول لك هذا جيبنا الكلام القديم وتيجيبنا الكلام ديال الشيبانيين ديال زمان، هادوك الشيبانيين ديال زمان واخا كانوا أميين واحد عدد منهم أميين ولكن كان كلامهم فيه الدين. قل لولده كل باليمين، قل بسم الله، تعلمون هذا. الآن بعض الآباء الآن في هذا الزمان يعني جاهلوا هذه الأمور، هو براسه تجده يشرب بالشمال ويأكل بالشمال، فكيف يتسنى له أن يعلم ابنه كيف يأكل بيمينه وكيف يأكل مما يليه، وقبل ذلك كيف يسمي الله عند طعامه وعند شرابه وعند نومه، ماذا يقول عند دخوله إلى بيت الخلاء، ماذا يقول عند دخوله إلى البيت، ماذا يقول إذا وقع له شيء في نومه كوابيس أو أشياء تزعجه، ماذا يقول؟ ما تعرف شيئا، لأن الآب لا يعلم، الأم لا تعلم، خصوصا إذا كانت جاهلة والأب جاهل. فإذا الجهل بحقيقة الإسلام هذه من عن التربية الإسلامية كما رئيس في الوقوع في التقليد الأعمى. ثم كذلك وباختصار شديد، الإعلام الفاسد الذي نتابعه، الإعلام في التلفزيون عبر القنوات الفضائية في الإنترنت، هذا إعلام فاسد، فيه إعلام فاسد، ليس كل الإعلام فاسد، فيه إعلام فاسد 80% 85% إعلام فاسد، مسلسلات والأفلام والبرامج الهابطة الساقطة وغير ذلك. وبالأمس تابعت برنامجا
وأنا أحب أن أتكلم عن هذه الأمور لأن من صميم واقعنا ومن صميم حياتنا المعاصرة شيء نعيشه يوميا. امرأة متبرجة شعرها مكشوف، صدرها مكشوف، لباسها متبرج في أحلك، لا أقول في أحلك درجات التبرج، تخاطب أخرى محجبة على الأقل عند الحد الأدنى من الحجاب، ما كتبان حتى شي حاجة من المفاتن ديالها سوى الوجه ديالها واليدين ديالها. تقول لها يجب أن يكون عندك شيء من الأخلاق في الحوار، فاستغربت وقلت سبحان الله العظيم، امرأة متبرجة تكشف صدرها وشعرها ومفاتنها وتضع المساحيق على وجهها تلقن دروسا للمحجبة على الأقل حد أدنى من الحجاب. يقول لا، يجب أن يكون في كلامك في كلامك أخلاق وأن تحاورنا بطريقة أخلاقية. الآن تنقولوا إحنا واحد المثال ضربني وبكى وسبقني وشكى، هو هذا الآن أصبح المتفسخ والمتفسخة تريد أن تلقن الأخلاق للملتزم وللملتزم. هذه مشكلة نعيشها في المجتمع ديالنا. إذا الإعلام الفاسد هو سبب رئيس فيما وقع من هذا التقليد الأعمى. ثم كذلك من هذه الأمور كذلك الفراغ، لما الإنسان يكون عنده الفراغ، هذا الفراغ لا يستغله ليتعلم، وهناك أمور وهناك أماكن، أقول أماكن ولا أقول أمور، هناك أماكن للتعلم يمكنك أن تبحث وأن تتعلم إذا أردت أن تتعلم. لا يحق لك أن تقول ولا يسعفك أن تقول أنا ما عنديش، ليس عندي وقت للتعلم وليس عند، أنت عندك وقت، هناك فراغ، كل واحد منا إلا وعنده فراغ في وقته، يمكنه أن يتعلم، يمكنه أن يسأل، يمكنه أن يبحث، يمكنه أن يجالس حتى باش يتعلم. باش يقول لك الفراغ هو الفراغ، ليس عندي فراغ، أنت عندك فراغ وأنا عندي فراغ، ما كاينش شي واحد ما عندوش فراغ. هناك من يخرج من باب المسجد ويقف ساعة كاملة، وخصوصا إذا كان حديث ذو شجون كما يقال بين طرفين أو بين مجموعة يتبادلون أطراف الحديث، وحنا كنستحلاو ذلك الحديث، هذا يقول وهذا يقول، كاين سرس. ولكن عندما تكون هناك درس أو محاضرة أو موعظة، هو جلس ويشوف الساعة، حسب عليك الدقائق والأوقات، وينتقدك لأنك أطلت في الكلام بينما أنت ماذا تقول في كلامك، ماذا تقول؟ تقول قال الله قال رسول الله، يتضايق ويشعر بالضجر وبالقلق وبالاضطراب. لكن عندما يخرج إلى الشارع، خصوصا إذا قلت له راه يمكن غادي يزيدوا شوية الفلوس وغادي يزيدوا شوية والسوسيال غادي يطلعوا شي شوية الفوق، وهذوك اللي عندهم المرضية غادي يمشيوا حتى هما يطلعوا لهم أجرة مزيان الفوق، وغادي ويستحلى الكلام، تيطير العياء وتيطير النعاس وكيطير الدوخة وتيطير السكر، ما تيبقى السكر، ما تيبقاش الضغط الدموي، تيولي لأن غير تسمع الفلوس كي تيبرا. حنا القضية الأقراص ماشي خصنا، حنا ماشي خصنا باراسيتامول، خصنا حنايا نبقاو نبلعوا الأورو في بلاصة باراسيتامول باش نبراو. لأن واحد العداد عنده هذا المشكل، بعض ما يبلع الأقراص ديال باراسيتامول يبلع الأورويات، واخا ما غيتهضمولوش، هذا مشكل. ولكن لما يكون في الجماعة وغادي نجي نسطعنا، وسمعتها بأذني. قالوا حنا شنو كنديروا دابا؟ حنا كنتعلموا الجاي هذا، سير اخي سير جلس حدا تتي حدا ننك، لا الجاي الا ما تسمعش كلام الله اش دير في الجامع؟ لا الجاي الجامع جاي، جالس كتنتظر الساعه فوقاش تسمع الاذان. الجامع هو مكان للدروس ومكان للمواعظ، وانا بغيت نوصل هذه الرساله، احتفظت بها باش توصل لمن يهمه الامر وليس للجميع، لمن يهمه الامر تصل هذه الرساله. إذا كنت كتضايق من الدروس ومن المواعيد فعليك بالمغادرة، دير الدبار يا أخي، قلع انطلق، أو بحث لك عن مكان آخر لما كيكونش فيه قال الله قال رسول الله، تضايق من قال الله وقال رسول الله، وسيبقى الكلام إن شاء الله تعالى إلى أبد الآبدين، غيري أنا ولا غيري ولا، المساجد ما جعلت إلا لإلقاء الدروس والمواعيد وقراءة القرآن والعلم والتعلم وذكر الله عز وجل، هذا لهذا جعلت المساجد، ماشي المساجد نديرها باش نتحاجر ونبقى تعاود لي على كيفاش دوزتي السفر ديالك وكيفاش مشيتي لهذا وشحال بنيتي وفوقاش كملتي والزليجي واش كمل وملق بصوى الساله والصباغ واش كل ما غشكش، هذا كلام، هذا كله هذا في الزنقه، هذا كلام ديال الشارع، كلام ديال المقاهي، كلام ديال البيوت، اما بيوت الله هنا ما فيهاش هذا الكلام.
ينتظر أن يأتي الإمام وأن يأتي الداعي وأن يأتي العالم ليلقي دروسا. فإذا أحببت أن تستمع فاجلس، وإلا فغادر وانصرف راشدا كما يقال. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، من الأمور التي أوقعت بعض المسلمين في التقليد الأعمى لتقليد غير المسلمين ضعف عقيدة الولاء والبراء. هذه ليه يعرف عقيدة الولاء والبراء، متى نوالي ومتى نعادي، من نوالي ومن نعادي. الله سبحانه وتعالى يقول، واكتفي بهذه الآية: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الشاهد من الآية: ود كثير من أهل الكتاب، يعني يتمنون ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما هو السبب؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهؤلاء الذين يريدون أن يوقعون في هذا التخليد وأن ننصهر في هذا التخليد يعلمون حقيقة أن دين الإسلام هو الدين الحق وأن القرآن حق، يعلمونه. والله تعالى يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا القرآن واضح. فإذا أنت عندما تقلد فإنما تقلد تقليدا أعمى، وتقلد تقليدا يخالف الشريعة، ومن وقع في هذا التقليد فلا شك أنه قد خرم العقيدة وأصاب في مقاتله ضعف عقيدة الولاء والبراء. ثم أخيرا، الانبهار بالتقدم المادي وجهل حقيقة حضارة الغرب. الانبهار يعني هذا ما نختم به. بعض الناس يقلدوا لأنهم منبهرين، معجبين كما نقول، معجبين بالحضارة الغربية، ولذلك يقلدون وكيظنوا على بالهم أن التقدم هو في التقليد. التقدم لا يكون في التقليد، الرقي لا يكون في التقليد، الحضارة لا تكون في التقليد، لا تتحقق بالتقليد، وإنما هذا التقليد يدل على ضعفنا. لما كنقلدوا احنا ضعاف، لأن اللي كيقلد هو دائما يشعر بالضعف. واضرب لكم مثالا، حتى في الكلام ديالنا لما كنتكلموا مع ناس اخرين، احنا كلنا مسلمين طبعا، لكن تتختلف اللهجات ديالنا وكتختلف الألسنة ديالنا. أنا لا أتكلم عن اللغة العربية الفصحى، مزيان إذا كان الحوار باللغة العربية الفصحى بين كل أبناء المسلمين سواء في الشرق أو في الغرب ما كاين مشكل، ليس هناك عيب، لكن كتشعر بواحد النوع ديال الإعجاب حتى بلهجة كثير من مصطلحاتها بعيد عن العربية الفصحى. شي واحد مثلا من شي دولة في الخليج العربي مثلا، عندهم اللهجة ديالهم العامية حتى هما كيتكلموا بها، وحنا عندنا اللهجة ديالنا العامية كنتكلموا بها. فتجد واحد منا، تجد أحدنا يحاول أن يخاطب ذلك الشخص في الحوار بلغته العامية التي يتكلم بها، ويعتقد مع نفسه أنه يتكلم بلغة راقية، وهذا خطأ جسيم. أنت عندك واحد اللهجة عامية باش تتكلم بها بدون مركب نقص، ما تشعرش بالضعف، وهو يتكلم بلغته أو بلهجته العامية معك، لأنكما معا لا تستطيعان أن تواصل الحوار باللغة العربية الفصحى، يصعب، لابد أنك تنتقل إلى الدارجة، لما كتحصل كتترجع للدارجة. هذا يعني، وفي بعض الأحيان لا تستطيع أن تتكلم جملة عربية فصيحة مفيدة، لا تستطيع، لأنه الإنسان يقدر يلحان، يقدر يوقع له مشكل.
ليس عيبا، لكن عندما تتكلم بلهجتك لا تشعر أمام الآخر بأنك أنت ضعيف وهو قوي، أو أنه يتكلم بلهجة راقية أكثر من لهجتك التي تتكلم بها أنت. هذا في عالم النساء أكثر. قد سمعت هذا في بعض المدارس هنا عندما كنا ندرس بعض السويعات في هذه اللغة، نتعلم هذه اللغة، لغة هذا البلد، وأستمع إلى امرأة تتكلم مع الأخرى، الأخرى تتكلم بلهجتها، بلهجتها المحلية، والأخرى تحاول أن تقلدها في لهجتها، كأنها تشعر بالضعف. هذا عيب، ما ينبغي لنا أن نكون هكذا، لأن الإنسان لما يحس براسه ضعيف قدام الآخر معناه أنه يعني ضاع كل شيء من يده، وأصبح مقلدا، وأصبح ضعيفا، وأصبح لا قيمة له أمام الآخر. طبعا هذا لا يعتبر جريمة، لكن من هناك تبدأ مسألة التقليد، من هنا تبدأ مسألة التقليد. نمشيو للتقليد ديال الغرب، لما كيجيو يشوفوا ناس كيبيعوا كوبيات، يبيعوا بعض الشارات، يبيعوا بعض الرموز ديال السنة الميلادية، ويأتي المسلم ليشتري هذه الأشياء لأبنائه بهذه المناسبة، أليس هذا تقليدا؟ وهذا هو اللي مهم، خلينا من دوك اللهجات وداك الشيء، هذا مشكل. لما أنت تشري لولدك بالمناسبة اللعبة بمناسبة شريها له في عاشور، كاين واحد السند، كاين عندنا واحد الاصل، بعدا على الاقل حتى الا قال لي شي واحد ما هي المناسبه، علاش مناسبه عاشوراء، كاين عندنا واحد ما نستند اليه في الشرع ديالنا. كانوا المسلمين الاوائل، الناس كانوا في المدينه المنوره، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن صيامهم لهذا اليوم، علاش كتصوموا هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فصام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وقال لئن حييت أو لئن عشت إلى قابل، أي العام السنة المقبلة، لأصومن التاسع. فكان المسلمون يصومون كما قال بعض الصحابة أو إحدى الصحابيات، كنا نصوم الربيع بنت معود، هذه امرأة صحابية كانت تقول كنا نصوم هذا اليوم ونصوم أبناء، تصوموا ذاك النهار عاشوراء وكيصوموا حتى ولدهم. طبعا الولد لابد أن يشعر بشيء من الجوع، فيطلب من أمه أن تعطيه خبزا أو شيئا من الطعام. شنو كانوا كيديروا باش يلهيو الأولاد ديالهم باش يصوموا حتىهم؟ كيصنعوا لهم واحد اللعبة من العهن، لعبة من الصوف، ألوان خيوط نتاع الصوف ملونة، أحمر أخضر أزرق إلى آخره، يصنعون لهم لعبة ويعطونها إياهم حتى ينشغلوا بها وحتى يبقوا على صيامهم إلى آخر النهار. إذن هنا إلى شرينا واحد اللعبة الولد ديالي في عاشوراء أو البنت ديالي أو الأبناء ديالي، لا عيب في ذلك، هذه مناسبة على الأقل، هي المناسبة ديال المسلمين، وعندنا فيها سناد، وعندنا فيها أصل، وعندنا فيها سلف. أما بمناسبة رأس السنة الميلادية، أش من سند عندك فيها؟ إذن أنت مقلد. وعيد الميلاد كذلك، ما يسمى بأعياد الميلاد، عيد الميلاد اللي كيديروه في رأس السنة، وخرج تكلمنا عليه نعوده، إن واحد كاين الناس، انا اعرف ان هناك من لا يريد، وقد وصلتني بعض الاشارات مباشره على ان هذه الامور لا نستطيع ان نقلع عنها، يمكنناش نتخلوا عليها، لا خصك تتخلى عليها، الا ما تخليتيش عليها راك مهزوم وراك مغلوب، الا ما تخليتيش على هذه التقاليد وعلى هذه الاعراف اللي هي ماشي ديالنا، ماشي ديال المسلمين، راك مغلوب ومهزوم وايمانك ضعيف، ان لم اقل منعدم، تتبقى مسلم ولكن الايمان فين هو الايمان؟ فين هو الإيمان؟ عندما تقلد وتجي وتقول لا خصني ندير عيد الميلاد، لأن الأم تقول الأب الزوج يجب أن نقيم هذا الحد، الأولاد ديالنا ما خصهمش يتعقدوا، ما خصهمش كذا إلى آخره. لتتبعن سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. المسلم وخا يعيش في هذه البلاد لابد أن يحافظ على عقيدته وعلى دينه وعلى تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يقلد ولا أن ينصهر في هذه البوتقات، لا يمكنش، ولا يمكنه أبدا أن يدوب
لا بد تحافظ على الدين ديالك وعلى العقيدة ديالك وعلى التربية ديال الأبناء ديالك وأنت مسلم. وليس عيبا أن تتكلم بلهجة هذا البلد، وليس عيبا أن تشارك في بعض المشاريع التي تقوت تعود بالنفع على الجميع. هذا لا يقول الإسلام بمنعه أبدا ولا بتحريمه، لكن عندما تقلدهم في أمور لها علاقة بمعتقدهم وتشاركهم فيها ركين المشكل، كن على يقين أنك عندك المشكل. إحنا ما عندناش، وبهذا أختم، ما عندنا شيء في الدين ديالنا شي حاجة سميتها عيد الميلاد ديال الولد. حتى بعض الشيبانيين دابا تيجي تيقول له نسينا راه ما درنا لك شيء عيد الميلاد، راك دابا انت عندك 75 عام وراك خلقتي واحد ينواري كذا ودابا خصنا نديروا لك عيد الميلاد. حتى هذاك مسكين بغاو يدخلوا يقدموه في هذه المصيبة هذا، حتى هو جاي يبين له قال لك الطرطه وجاي يبين له الموس قطع ما تقطع وشاعل له الشمع نفخمة نفخ. مشكلة، حنا زمان كنا كنفخوا على النار باش كنشعلوا النار باش نطيبوا الخبز، دابا ولاو ينفخوا على الشمع. شكون اللي كينفخ على الشمع؟ هذا تقليد، ويدير لك الشعار ديالهم ويدير النشيد ديالهم ويقول لك واحد دابا حنا هذا التعايش. هذا ليس تعايشا، هذا تقليدا اعمى. ولهذا قلت بان هذا كذلك من الامور التي تضرب العقيده في الصميم، وما ينبغي للمسلم الموحد ان يقع في هذه الامور. لنا في ديننا ما يغنينا عن هذه الامور، لنا في قراننا ما يغنينا عن هذه الامور، لنا في سنة نبينا ما يغنينا عن هذه الأمور، لنا في تقاليدنا وأعرافنا الموافقة للشريعة ما يغنينا عن هذه الأمور، فيجب أن نتشبث بها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واهدي ضالنا ورد غائبنا واشفي مرضانا. لأموات المسلمين اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم رحمة المسلمين جميعا، اللهم اشفي مرضانا يا رب العالمين، اللهم اهد ضالنا يا رب العالمين، اللهم رد غائبنا يا رب العالمين، اللهم اقض ديننا يا رب العالمين، اللهم اهدنا سبل السلام واخرجنا برحمتك من الظلمات الى النور باذنك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.